فما هو اللعان يا ترى؟ هو هذه الصفة التي وردت في أول سورة النور، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ادعى المدعي على زوجته بأنها وقعت في الزنا جاء بها وقال لها، بدأ بالرجل أولا، وسمي اللعان لأن الرجل يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وبعد هذا تأتي دورها وتشهد أربع شهادات أنه لمن الكاذبين، خامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. نعم، هذه طريقة الملاعنة، وهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن الزوج وجاء دور الزوجة، لما جاءت الخامسة قيل لها إنها الموجبة فاتق الله سبحانه وتعالى، فتلكأت ثم قالت والله لا، يعني شوه سمعة قومي، فحلفت بالغضب والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليه فإن جاء أكحل العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك من السحماء وهو الذي اتهمه بها، وإن كان غير ذلك فهو لزوجها. فجاء كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا الأيمان لكان لي ولها إيش شأن هذا. المهم أنه يترتب على اللعان ماذا؟ يترتب عليه أنه يفرق بين الزوج والزوجة، وهذا وأن كلاهما لا يجلد، لا هذا يجلد على القذف ولا هي تجلد على الزنا. الشيء الثالث أن الولد يلحق بأمه، إذن هذه ثلاث أشياء تترتب على اللعان، أن الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالرجل، لأن لو لم يلاعن لكان الولد لمن؟ للفراش، الولد للفراش وهي فراشه هو، ولكن لما لاعن خلاص يلحق الولد لأمه ولا يلحق لأبيه. نعم.